صباح الخير، صباح مليان بالحب والتفاؤل والأمل، صباحه بالذات والدلع وكل حاجة حلوة للستات. معاكم نانسي شيمي، النهاردة على مدار ساعة كاملة هتساعد كل ست ازاي تلاقي الدلع والطبطبة وكل حاجة حلوة لنفسها عشان تقدر تساعد كل اللي حواليها يبقوا مبسوطين. والنهاردة معانا ضيوفنا، عايزة ارحب بيهم. صباح الخير، صباح النور. معانا داليا، إيمان، يسرى. صباح الفل. صباح النور. عايزة ابدأ معاكم الاول، جات لكم فكرة توب نيل سبا النهاردة ازاي؟ هي الفكرة بدأت من سنتين. احنا بدأت افكر، يعني كان من قبلها كان في فكرة ان احنا نفسنا يبقى في بيوتي سنتر، يعني سبا تيجي زي ما انت لسه قايلة تتدلع فيه، ترتاح، تدخل تلاقي فيه حاجة تحس ان هي مميزة لما تخرج منه. بس فبدأنا بقى نشوف كده حاجة ونبدأ مشروع صغير، وبدأنا بقى فتحنا توب نيلز من سنتين. ان شاء الله السنة الجاي الشهر الجاي يبقى سنتين. وبدأنا بقى ببعض حاجات، وبعدين بدأنا نطور شوية بشوية. انتوا ثلاثة مؤسسات توب نيل سبا؟ لا، انا الاول، وبعدين معايا يسرى، وبعدين بدأنا نكمل الفريق بالجزء بتاع الميك اب اللي دالي. اهلا بيكم، نورتونا. جات لكم الفكره ان انتوا تعملوا سبا، ليه مش كوافير؟ علشان الكوافير بتبقي رايحه، يعني في هتعملي شعرك وهتغسلي حتى هدف معين او حاجه معينه. السبا فكرته اكتر ان انت رايحه تسترخي، زي ما حضرتك لسه قايله كده، انا رايحه اتدلع، افك دماغي، ارتاح، اشيل عبء الشغل ورتم الحياه والروتين اليومي والولاد وحاجات كتير. فانا داخله هناك يعني اعمل حاجه معينه تحسسني بان انا فقت. ازاي تبقي مبسوطه؟ فالكوافير ما فيهوش كل الكلام ده، شعر وميك اب. شعر وميك اب بس؟ لا، في يعني في شعر وميك اب ونيلز وحاجات كتير. شعر بس؟ بس ما بيبقاش الاهتمام بحاجات معينه. تمام. بالراحه، بالدلع، بالعنايه، يعني احنا بنعمل هير كير بس، لكن انت هنا بقى. طب انتوا كل واحده دورها ايه بقى، بتعملوا ايه مع بعض؟ انا متخصصه شعر، مثقفه شعر، علاج وتريتمنت وصبغات وكلر وكل حاجه تخص الشعر. حلو قوي. داليا الميك اب والبشره. طبعا نصايح عن كل حاجه بالبشره، بس مش تنظيف بشره، تنظيف البشره برضو في عندنا متخصصين ليه في المكان، برضو بيعملوا تنظيف بشره يعني احدث اجهزه وكل حاجه. حلو جدا. لكن انا تخصص الميك اب، بروفيشنال ميك اب ارتست. اوكي تمام. انا اللي ماسكه الموضوع للبادي كير. اوكي. وبرده جزء من البشره، وحاجات بقى خاصه بالرموش مثلا، والنيلز طبعا، وحاجات في النيلز، بس مش بشتغل نيلز، لكن بندور بقى ببقى يعني جزء الاكبر ان انا اطور. تمام. وادير. حلو. يعني جزء منه تطوير واداره. حلو. وحاجات تانية بنعملها برده. جميل قوي ان نبقى بنشتغل واحنا اصحاب. حتى بقيه التيم اللي معانا الحمد لله يعتبر هم اخواتنا واصحابنا برضو، يعني احلى حاجه. احلى كومنت بيجي لي لما مثلا بتيجي عروسه تعمل كل حاجه في المكان، بتعمل كمان قبل الميك اب بتبقى عامله تنظيف بشره، بتبقى عامله حمام مغربي، بتعمل حنه، فبتبقى مبسوطه حاسه ان كل المكان صحابها، لان فعلا البنات كلهم لزاز وحلوين ودمهم خفيف. دي احلى حاجه لما بيبقى يعني الواحده بتبقى الروح بتبان، يعني بتستجم وتبقى هي اللي جايه تتدلع في مكان، بتبقى داخله وهي حاسه ان هي عايزه تقعد مبسوطه. فانت عشان تقعدي مبسوطه كانك قاعده في البيت. أيوة عشان توصلي ان انت قاعده كاحساس البيت، يبقى لازم كل اللي موجودين يبقوا هم كمان حاسين ان المكان بيتهم بتاعهم. حلو. مش ستاف بيشتغلوا فيه. بالظبط كده، يبقوا حاسين ان هم هتبقي امينه عليها، على شعرها، على بشرتها. بالزبط. هتديها النصيحه اللي بالزبط. فعلا هي بتيجي بتبقى براحتها، والبنت اللي معاها بيبقوا فريندلي قوي مع بعض، بيشتغلوا وهم حاسين ان هم مش داخلين عشان اعمل سيرفيس وامشي. بالظبط. لا، انا جاي عشان الناس تقول لي انا ممكن اعمل ايه، وممكن ابقى جايه متضايقه من حاجه ادخل في حاجه تانية انا مش جايه ليها. هو ده المفروض. ان هو ده اهم حاجه. بالزبط. ان انا جايه اتبسط. بالظبط. طب قبل ما اتبسط وعشان ابقى مبسوطه لازم كل حاجه تبقى ماشيه مظبوط. فشعري لو بيقع، لو في قشره،
لو في الحاجات دي مهما عملت شعري سشوار او كيراتين او واتيفر، بتهيألي لازم الاول يبقى ليها علاج. بالظبط كده، يعني في مثلا دلوقتي كل الناس بتعاني من سقوط الشعر. بالظبط، وكل الناس بتعاني من وجود قشره في الشعر. فانا كده عندي مشكله، فانا لازم اشوف طبيعه الشعر. دلوقتي احنا هنتكلم عن القشره. كل الناس بتعاني لان في ما بين تغيير الصيف والشتاء بيحصل قشره في الشعر. صح. للاطفال وللكبار. فدي علاجها حلو، يعني سهل جدا وممكن تعمليه في البيت. احنا بنعمله عندنا في السبا تريتمنت، حاجات طبيعيه جدا. ومن جلسه واحده القشره كلها بتروح. حلو جدا، دي حاجات كلها طبيعيه. بنجيب مثلا زيوت طبيعيه زي زيت اكليل الجبل، نقطتين منه على زيت زيتون على الاولوفيرا، وده خليط في ثواني بيتحط في الشعر من 2 لـ3 دقائق. بنعمل مساج لفروه الشعر، وبعدين بنسيبه من ساعه، من 30 دقيقه ل 40 دقيقه. وبيتغسل الشعر، كل القشره اللي في الشعر بتروح. وكمان بترجع تاني؟ لا ما بترجعش. ليه بقى؟ يعني انا دلوقتي انا خلاص كده خلصت الجزء اللي عليا في الكوافير. الجزء الثاني على البنوته تبقى في البيت. بالظبط. اولا الشعر لازم يبقى تحت الحجاب. يبقى متنشف كويس جدا. ما ينفعش ان انا يبقى شعري مبلول والبس الحجاب. فدي كانت من اخطر الحاجات اللي بتعمل قشره. القشره دي تبقى بكتيريا في الشعر. اوكي، دي تبقى من سبب الحاجات. فلازم اكون منشفه شعر كويس قوي، حتى هواء. بالاستشوار تحت الحجاب عمرها ما هتيجي القشره تاني. طول ما شعر نضيف اهوي الشعر على قد ما اقدر، لان في ناس كتير بتقعد فترات عمل بالحجاب. فده بيبقى بالزبط. من سبب وجود القشره في الشعر. فلازم افك اهوي الشعر. الشعر بيتنفس زي الزهور كده، فلازم اديله تهويه. تمام، دي حاجات اللي هي سبب القشره وسبب وجودها في الشعر. أوكي. وده العلاج ليها اللي هو الماسك اللي انا قلت ليه. طب بالنسبه لسقوط الشعر، سقوط الشعر ده ليه 3 عوامل أو 4 عوامل. اولا بيبقى عامل نفسي، وده علاجه ان لازم انت تبقي مرتاحه نفسيا. بالظبط كده. وهتبصي حتى انت لو مبسوطه بتلاقي في لمعه في عينيكي، في شعرك بيبقى مرتاح. فهي بيبقى العلاج النفسي، انت نفسا يعني داخليا لازم تبقي كويس. تمام. تاني حاجه، الناس اللي بتعاني من الغده الدرقيه دي برده سبب من اسباب سقوط الشعر. تمام. عشان في ناس بتروح مثلا بتاخد علاج واحد وهي مش عارفه ايه السبب. لا، انا لازم اعرف ايه السبب بالظبط عشان اعرف اعالجه ازاي. السبب التالت، نقص فيتامين في الجسم، نقص الحديد، نقص الزنك، نقص الحاجات دي كلها. دي لازم معدن بتغذيها داخليا وخارجيا. تمام. خارجيا بقى اغذي الشعر ازاي؟ انا كده عرفت ايه المشكله، وعلى اساس المشكله انا همشي عليها. بالظبط. فانا دلوقتي شعري بيقع مثلا، انا عندي نقص، عندي انيميا او حاجه، بعالج ده داخليا وعالجه خارجيا. خارجيا ان انا بعمل برضو ماسكات معينه في البيت، زي برضو الالوفيرا. الالوفيرا دي بتكثف الشعر جدا، وبرضو من ضمن الحاجات اللي ما بتخليش قشره في الشعر. ايه اللي بيخلي الشعر يقع؟ القشره برضو. ما هو لو في قشره في الشعر، في السطحيه بتاعه الشعر، ما فيش شعر بيطلع. الشعر ما فيش غذاء بيوصل له. بالظبط كده. فبالتالي الشعريه بتقع. فبالتالي لازم اهم حاجه القشره تبقى من الشعر مش موجوده، بنعالجها. وبعدين نبدا ان احنا نعمل ماسكات، اللي هو ماسك البيض. حلو جدا ماسك البيض. ايوه. صفار ولا بياض؟ لا، انت ممكن تكسري. ما هي البيضه كلها بروتينات. انا بحب كله، يعني انا بحب كده. تاخدي البيضه بتكسريها. تمام. بتحطي عليها شويه زيت زيتون، بتحطي عليها الوفيرا عشان لو في قشره برده، وبتسيبي الماسك دوت برده من 30 ل 40 دقيقه وبتشطفيه. حلو قوي. في ناس بتعاني من ريحه البيض. طب انا بيبقى ريحه شعري مش حلو. انت بتغسليه بالشامبو. انا بشوف يا اما كيس فانيليا او معلقه قهوه في كوبايه وتحطيها على شعرك، بتروح الريحه تماما. وهتبصي تلاقي انت شعرك فيه لمعه، تمسكي الشعرايه تحسي ان هي جامده مش بتتكسر وتقع. تمام. بالنسبه للناس بقى اللي بتعمل البروتين، سوري الكرياتين، والله انا شايفه ان الكرياتين ما بيمشيش مع كل الناس، لان ناس كتير بتقول انا شعري بيقع من الكرياتين. ما هو مش مناسب لشعرك. عشان مش مناسب لشعرك. انا لازم اشوف فتله شعرك ايه اللي يناسبها. الكرياتين بيساعد على تطويل الشعر؟ لا لا. طب لا. ايه يساعد على تطويل الشعر؟ اللي هي الماسكات الطبيعيه. وتشوف غذاء بنفسك وتريتمنت. في تريتمنت بقى بنعملها برضو، زبده الشيا، حاجات طبيعيه بتتعمل مثلا في الشهر مرتين كل 15 يوم. الحاجات دي بتجيب نتيجه والله حلوه، هي طولت المدى بس بتجيب نتيجه كويسه. طب ايه نوع الشعر اللي مناسب للكرياتين؟ بص، في انواع شعر اللي هي الشعر مجعد قوي. اللي فيه شعر اللي هو الاسفنجي، اللي مهما تحطي فيه حاجه ما بتبانش. فده لازم يتعمل تريتمنت بروتين. بتبقى فتلته تخينه شويه. بالظبط كده. وفي فتلته لا رفيعه بس سفنجي. اللي حتى لو ما بتحطي في الميه ما بتبانش. فبالتالي ده لازم يتفرد عشان لما اجي اعالج طبيعي يبدا يستجيب معايا. فهو ده الشعر اللي محتاج الكرياتين. لكن لو حد مثلا شعره وانا بفضل شوية، مش كرياتين، ممكن بروتين. بروتين. الكرياتين بيبقى فيه نسبه فورمالين، والفورمالين بتبقى بيأثر بقى على حاجات تانية
للناس، فانا شايفه ان التريتمنت البروتين احسن من الكرياتين. تمام، هايل جدا. احنا المفروض عندنا على الشاشه هتظهر دلوقتي صور للتريتمنت ده، للتريتمنت بتاع الضوافر. ايوه ده تريتمنت ضوافر، ده جيل. ده بيبقى في ناس مثلا ضوافرها معدومه تماما مش بتطول، تمام، فبالنسبه لنا الجل ده بالنسبه لها احسن من الاكريليك، بيبقى اخف شويه على الضوافر. يعني النيل جل مختلف عن الاكريليك، الضوافر الاكريليك. هي النيلز فيها حاجات كتير يعني. الضوافر دلوقتي بقت مختلفه، زمان كان مثلا الضوافر العاديه او اللي تحب ان هي عندها مناسبه فبتحط اكستنشن وكام يوم بس، الاكستنشن اللي بيقعد كام يوم ده ممكن يسبب بكتيريا تحت الضوافر، لانه ان انا احطه على ضفري ويتقفل على الضفر كويس، تمام، ده ما بيحصلش، فاوريدي مع الميه والاستخدام بيدخل بكتيريا، تمام، فده بيسبب مشاكل في الضوافر. فما بنفضلهوش ان احنا نستخدمه كتير. تمام. طب في ناس بتقولك انا ضوافري ضعيفه وبتتكسر، برضو زي الشعر بالظبط. ده الحمام المغربي. الحمام المغربي مهم جدا جدا جدا، لازم برضو نتكلم فيه قوي. الناس لازم تاخد بالها. في مشكله كبيره قوي عندنا في مصر بالذات من ناحيه الحمام المغربي. ايه بقى؟ الناس ربطت علاقه الحمام المغربي بعروسه. فعلا. انا مش يا جماعه، مش شرط انا عروسه، يعني احنا لو رجعنا زمان اهالينا كانوا بيروحوا الحمام. بالظبط. كانوا بيروحوا الحمام. صح. والحمام في مصر كان في كل مكان، ما كانش حمام واتنين، بالعكس كان حريمي ورجالي كمان. بالظبط. الحمام كان شيء اساسي في حياه كل ست. بيفوق. بيفوق طبعا طبعا، لان هو اولا هو يعني نظافه غير طبيعيه. بيخليكي تحسي، لان مسام جلدك زي بالظبط، انت ليه بتروحي تعملي تنظيف بشره؟ علشان تحسي ان المسام بتاعت بنشيل الجلد الميت والخلايا بتاعت بشرتك، المسام بتتفتح، تمام، بتبتدي تحسي بنضاره، بتبتدي ده بيساعد على ان الجلد ما يحصلوش تجاعيد بسرعه. المفروض اعمل حمام مغربي يعني البني ادم الطبيعي كده يعمله كل قد ايه؟ على الاقل على الاقل مره في الشهر. مره في الشهر على الاقل يعني. ده كده احنا بنقول انت كده تبقي ماشيه اللي هو المينو. اول النورمال، تمام، يعني المفروض مثلا نقول مره كل اسبوعين، ده كده اللي هو لو حد عايز يهتم فعلا، لو عايز يهتم فعلا بيبقى كل اسبوعين، لكن هي حاجة. لو هنقول نخلينا في المتوسط يبقى هنقول هي لازم مره كل مرة شهر، مره كل شهر. لو احنا ما انا بقولك لو احنا رجعنا لزمان، لا كان لازم الحمامات موجوده، وما زالت في حمامات موجوده في اماكن كتير، بس الناس بدات مع انشغال الحياه والريتم السريع اللي احنا بدات. بس بالعكس يعني الست لو جربت انها كل شهر فعلا تخش تعمل حمام مغربي، اولا هو داخليا بينشط دوره دمويه، بيزيل سموم كتير جدا من الجسم، لانه البشره بتاعتك كلها مش بشرتك بس كوش، لا انت جسمك كله من بنبت شعرك، لان الشعر نفسه برضو بنحط له زي ما يسرى لسه قايله التريتمنات الطبيعيه دي، انت تقدري تحطيها جوه الحمام، خدتي الاثنين افكت مع بعض. اوكي. ساعدتي الشعر ان هو خد بخار طبيعي، ودخلتي فيه الزيوت الطبيعيه في وقت طبيعي، انت اوريدي قاعده بتعملي فيه حاجات ثانيه. هو ده كده احنا ساعدنا الست بنشاط لك داخليا دوره دمويه، ده لايف بسطت، بحس انها الطاقه السلبيه بتطلع، بحس ان هي مبسوطه طول ما هي بالظبط كده بتلمع، لان عضلات الجسم كلها كمان بيحصل لها انبساط، يعني بتبسطي العضلات كلها فجسمك حتى بعده بتخرج اي كلاينت بس ليك حاسه ان انا فقت، حاسه ان جسمي فك، هي ما بتبقاش عملت حاجه، بس هو البخار والحراره والطريقه نفسها بتاعه الحمام. برضو بيقولوا لي ليه لما بندخل مثلا لما بنجيب الليفه دي في البيت ما بتعملش نفس النتيجه؟ علشان الطريقه نفسها ليها اسلوب معين عشان تنشط دوره دمويه، فانت تحسي بالاحساس الداخلي والخارجي ده. ايوه. اول ما بيحصل بقى للديد سكن ده كله بيطلع، وبتبتدي بقى تدخلي الماسكات الطبيعيه على الجسم، بتحسي ان انت حد تاني، من فوقان، من لمعه جلد، من شد قوي. بشره، وده برضو اللي بيخليهم طب زمان. طب انا فقت بقى دلوقتي، ما انا بيخليهمش عايزه احط ميك اب، انا فقت بقى وعايزه احط ميك اب عشان اخرج، عايزه تيبس كده يعني لاي عروسه مثلا عايزه تهتم ببشرتها وتحط ميك اب خفيف مثلا للصبح، ولو انا وانا رايحه الشغل مثلا ايه الاساسيات اللي لازم احطها؟ تمام. طيب انا احنا بما اننا يعني بنتكلم عن الصحه والجمال، انا اهم حاجه عندي برضو ان احنا نبقى مهتمين بنفسنا بعيدا عن الميك اب،
الميك اب مش يعني الميك اب اوكي هيحلي، بس لازم احنا نفسنا من غير ميك اب نبقى راضين عن نفسنا. البشره زي بالظبط الشعر من الحاجات اللي هي بتتاثر جدا بنفسيتنا، فهماني؟ انا تجيلي مثلا عروسه تقول لي دي الحبايه دي ما كانتش موجوده، دي لسه طالعه لي، فهماني؟ لان التوتر والحاجات دي كلها تسبب في ان زي ما الشعر بيقع زي ما البشره نفسها، السهر اللي بيسبب هالات، حاجات كلها بتبقى مزعجه. فاهم حاجه الواحد يبقى نفسيا مرتاح. طبعا صحيا برضو لو حد عيان اكيد هتلاقيه طبعاً. اول حاجه هتبان عليه هي وشه، اكيد صح، وبعد كده الشعر والحاجات دي كلها. فناخد بالنا من اكلنا كويس قوي وصحتنا، لان برضو الاكل في ناس بتاكل حاجات دسمه بتطلع لها حبوب في الوش وبتفضل تعالج خارجيا لكن الموضوع كله داخليا. طب ايه بقى الاساسيات اللي الاساسيات لازم أحطها بقى ان وانا رايحه الناس لو انا دلوقتي مثلاً. خلاص ظبطت نفسي بعد الحاجات دي، تمام. لو انا رايحه الشغل ما ينفعش ان انا استخدم حاجات مثلا فول كفرج، يعني ما ينفعش اجيب الفاونديشن بتاعي يبقى التغطيه بتاعته عاليه جدا فالناس تشوفني تحس انها مش واصله لي، يعني في طبقه كبيره على وشي باينه. لازم استخدم حاجه تكون طبيعيه خفيفة. وخفيفه زي مثلا البي بي كريم او السي سي كريم والحاجات دي. لو حد مثلا عنده هالات هيستخدم كونسيلر تحت العين هيساعد ده وده هيعمله برده طبقه. احنا قصدنا ان الموضوع توحيد لون البشره، تمام، ده اهم حاجه. والكونسيلر ما اروحش اختار لون فاتح قوي عن بشرتي فاجيب زي مثلا ما بجيب ورقه شفافه واحط تحتها حاجه سودا فهيبقى في لون جراي. لازم اختار لون يداري الهالات، يبقى لون غامق قريب جدا من درجه بشرتي، ممكن يبقى اغمق كمان. حلو جدا، فهماني؟ حلو جدا. بس مع شويه بلاشر وشويه روج ماسكارا هيبقى كويس جدا، هيبقى حلو جدا. والحاجات الطبيعيه برضو ان هو في دلوقتي طالع البنات بتستخدم البلاشر اسمه تنت، بيتحط بيبقى طبيعي جدا بيدي حمار طبيعي، ده بيبقى حلو قوي للبنات اللي هي رايحه الجامعه، مش لازم بقى طبقات كتير على الوش. انا عايزه اكمل معاكي كتير والكلام حلو قوي، بس للاسف وقت فقرتنا خلص. بس انا عارفه ان توب نيل سبا عامل فاوتشرز لكل مشاهدين برنامج نص الدنيا، فممكن تقولوا لنا ايه العرض؟ احنا عاملين فاوتشر لاي حد هيجي من برنامج نص الدنيا، ان احنا عاملين له ديسكاونت 30% لأول زيارة، يجي يشوف هيعمل ايه ويجي يشوف ازاي تقدر تعتني بحاجات صغيرة بس هتفرق معاها كليا. حلو جدا، وميرسي ليكو. ومشاهدينا الاعزاء الوقت بتاع فقرتنا خلص، بس استنونا عشان معانا فقرات كتير تانية ليها علاقة بالدلع والانبساط، انتظرونا.